بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فاللهم اجزه خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طويل، وقد قال ابن القيم: من استطال الطريق ضعف مشيه. والله عز وجل جعل هذه الدنيا دار بلاء ودار للاختبار والمحنة، والصراع قائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. لكن من أصعب الأمور، بل ومن أخطرها، أن يشعر الإنسان باليأس والإحباط ويفقد الأمل في طريق التغيير. الطريق طويل وشاق، والأمر يحتاج إلى نفوس تتحمل، والأمر يحتاج إلى فهم دقيق، وإلى إيمان عميق، وإلى اتصال بالله سبحانه وتعالى وثيق. وهذا الأمر، أمر التغيير والإصلاح، وأن تعود الجماعات والدول والمجتمع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتطلب أناس لا يهابون الصعاب، وأناس يحققون المنهج ويصدعون به. لذا كان صلى الله عليه وسلم دائما ما يذكر الأصحاب بقصص من سلف ومن مضى، فلما اشتد عليهم الكرب ذكرهم صلى الله عليه وسلم بغلام الأخدود، وقال لهم: كان في من كان قبلكم. ففقه الصحابة المقصود والغرض
من هذه القصة فأخذوها نقطة انطلاق إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم أذكركم بترجمة رجل عانى تجربة من أقصى التجارب ومن أشدها، إلا أنه ثبت لها واستمر عليها حتى حقق ما تمنى. وهذه القصة نهديها لكل محبط ولكل من شق عليه ما يحدث، ولكل إنسان تسرب إليه يأس أن التغيير لن يحدث، فالتغيير حادث بإذن الله سبحانه وتعالى. لذا بلال بن رباح المؤذن الأول رضي الله عنه وأرضاه، العابد المتجرد السيد السابق علم الممتحنين والمعذبين في هذا الدين، ابتلي فصبر، صاحب الإسلام الصادق والقلب الطاهر رضي الله عنه وأرضاه، عذب في رمضاء مكة ونكل به، وعانى تجربة من أشرس التجارب وضاقت عليه الدنيا، إلا أنه كان دائما ما يقول: أحد 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 أحد. يقول عبد الله بن مسعود: ما منا من أحد إلا وعذب وأعطى القوم ما يريدون من أقوال حتى يفلت من عذابهم إلا بلال بن رباح، فقد هانت عليه نفسه في الله رضي الله عنه وأرضاه. فعلا من عاش لدينه سيعيش بعض المتاعب، إلا أنه سيحيا كبير ويموت كبير. عانى بلال وناضل من أجل التوحيد ومن أجل السنة ومن أجل هذا الدين، عذب، كان يجر في رمضاء مكة لكي يسب الله عز وجل ويذكر اللات والعزى بخير، فيقال له: يا بلال اذكر اللات والعزى بخير حتى ندعك، فكان يقول: لساني لا يحسن ذلك رضي الله عنه وأرضاه. نكلوا به، ألبسوه الدروع من الحديد وألقوه في الشمس، أعطوه للصبيان والغلمان فجروه على وجهه، ضربوه، ركلوه، أدموه، وهو يقول: أحد أحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلال يعذب فوقف على رأسه وبكى صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى الصديق وقال: يا أبا بكر يا أبا بكر، إن بلال يعذب في الله. ثم بكى صلى الله عليه وسلم وأجهج في البكاء، فذهب الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليشتري بلال، فقال لأمية بن خلف الظالم الطاغية، فقال له الصديق: بعني بلال، اعطني بلال. فاشتراه الصديق بتسع أواقي ذهب، فلما تمت الصفقة قال أمية للصديق: لو لم تدفع في بلال إلا وقية واحدة لبعتك بلال. كأنه يقول للصديق: لقد خسرت في هذه الصفقة. إلا أن الصديق قال له: والله لو لم تبع بلال إلا بمئة وقية
لاشتريت بلال رضي الله عنه وارضاه، لأنه مؤمن طاهر صادق صاحب إيمان، لم يتسرب يأس لبلال، لم يتسرب إليه ضعف، كان يرى العذاب والتنكيل والطغيان الإعلامي والمادي، إلا أن بلال كان صامدا. لماذا؟ لأنه كان يردد بلسان الحال: تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. لذا فاحذر، فاليأس أكبر خطيئة تتسرب إلى نفس من يريد التغيير والإصلاح والإعلام والجرائد والفضائيات والدنيا بأسرها تريد منك اليوم أن تيأس. فهناك من يحبط ويترك العمل، وهناك من ييأس فيحمل السلاح فيقتل ويفجر ويكفر، لكن المؤمن منضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتق بلال وأصبح رضي الله عنه وأرضاه يتحرك، فلما هاجر رضي الله عنه وأرضاه عاش مرحلة جديدة من الدعوة والعمل والبذل والتضحية، لأن بلال يعلم أن التغيير له ثمن. التغيير، إحنا نشأنا وتربينا على معاني تحتاج إعادة صياغة من جديد. نريد تغيير، نريد إصلاح بلا ثمن؟ لا، لكل شيء ثمن، وصعوبات اليوم هي ثمن انتصارات الغد. عاش بلال مرحلة جديدة، فلما اتخذ صلى الله عليه وسلم مسجد أصبح بلال مؤذن يرفع شعار التوحيد. فهل أنت اليوم ترفع شعار التوحيد في بيتك، في سوقك، في مجتمعك؟ ليس المقصود مجرد أذان، لكن المقصود أن نصدع بالتوحيد وأن نتصدى للمناهج التكفيرية والصدامية، وأن نتصدى لكل من يريد لهذه الأمة أن تيأس. لذا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأصبح بلال ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كملازمة الظل لصاحبه، يذهب مع رسول الله ويجيء مع رسول الله، يتعلم ويطلب العلم، يجاهد رضي الله عنه وأرضاه. فعاش بلال، وكان بلال صاحب عبادة، صاحب عبادة. لماذا يتسرب إلى البعض اليوم إحباط؟ وربي لقلة العبادة ولقلة الصلاة ولقلة قراءة القرآن ولقلة الصيام ولقلة النسك، إلا أن بلال كان صاحب عبادة وصاحب طاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، لقد أدخلت الجنة البارحة في الرؤية. الرسول رأى رؤية، فسمعت يا بلال خشفنا عليك في الجنة، صوت أقدام في بلال في الجنة. فقال له النبي: بأي شيء سبقتنا إليها يا بلال رضي الله عنه وأرضاه؟ فقال بلال: والله ما أحدثت حدث إلا توضأت وضوءا ثم صليت ركعتين لله رب العالمين. قلوب مرتبطة بالعبادة، ولا غرابة أن يقول صلى الله عليه وسلم: لقد اشتاقت الجنة لبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. الجنة، الجنة كانت تشتاق لبلال رضي الله عنه وأرضاه. جاهد وشاهد يوم بدر ودخل المعركة بلا يأس ولا إحباط وهو يجاهد رضي الله عنه وأرضاه. ثم رأى أمية بن خلف وقد وقع أسيرا بين يدي عبد الرحمن بن عوف، فلما رآه بلال قال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فقتل أمية بن خلف ورضي الله عن بلال. ومرت الأيام وبلال يجاهد
وأنا أذكر هذه القصة اليوم لماذا؟ لكي تقوم بهذا الفعل، لكي تتحرك، لكي تعمل، حتى لأن معلش بعض الناس اليوم يقول هكذا باللغة العامية، كذا كذا احنا رايحين في داهية. هذا كلام المحبط، هذا كلام من لا يعرف ويفقه أن الصراع يوم لك ويوم عليك، والطريق طويل، حتى إذا استيأس الرسل، وفي قراءة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة أخرى وظنوا أنهم كذبوا. إذن فالأمر يحتاج نفوس تصبر وتعمل وتتبع أمر العلماء. إلا أن بلال يجاهد يوم تلو اليوم تلو اليوم، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من مكة، من المدينة، يريد مكة، فتح مكة، مكة التي أغلقت يوما خرج ليفتحها صلى الله عليه وسلم. فما بين خروج النبي وبين عودته لفتح مكة بذل ومجهود ودعوة وعمل صالح وطاعات وحركة، لكن تغيير بلا بذل وبلا حركة، تغيير بلا عمل وبلا نفقة وبلا صدقات وبلا عمل صالح وبلا وقوف في ظهر الدعاء والعلماء والحركة. لذا كم تنفق أنت على الدعوة إلى الله؟ تعطي كم للدعوة من مالك، من وقتك، ثم تريد تمكين ونصر؟ لا والله. كم تعطي؟ كم تنفق؟ بكم شيء تدفع تساهم؟ لكن نريد ونحن نقف محلك سر، هذا لا يكون أبدا أبدا، لا يكون. القضية تحتاج إلى تواجد ودعم وعمل وسعي حتى يحدث التغيير. يقول البعض نريد للدعوة السلفية فضائية إعلامية تدافع عن قضايانا وعن الفهم الصحيح. كم دفعت؟ كم أنفقت؟ وإلا الأمر، وإلا الكل يريد، لكن من يتحرك ويسعى ويعطي وينفق من وقته وماله حتى يعلو صوت الحق وينتصر؟ بلال خرج صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم في كتيبة خضراء منتصرة سدت الأفق، فتح مكة. خرج صلى الله عليه وسلم يريد مكة، ودخل وحطم الأصنام وطهر البيت وطاف به. فأتى وقت صلاة الظهر، فالتفت صلى الله عليه وسلم جموع غفيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين بلال؟ أين بلال؟ فقال بلال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بلال اصعد على الكعبة. وكانت الكعبة في الجاهلية لا يصعد عليها إلا شريف في قومه أو ملك متوج. فصعد بلال العبد الحبشي، كان منذ أيام يعذب في رمضاء مكة، صعد بلال فوق الكعبة. فلما رأى أهل الشرك صعود بلال، منهم من قال اللهم أمتني، ومنهم من قال الحمد لله أن أبي قد مات حتى لا يرى هذا الغراب ينعق فوق متن الكعبة، فصعد بلال والأنفاس قطعت والجو يخيم عليه الصمت، وبلال صدع ويقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وانتصر الحق وعلى وساد. لذا لا تيأس إن كنت تعمل كعمل بلال، لا تيأس، وربي التغيير قائم والإصلاح قادم.
لكن هي معركة وتدافع بين الحق وبين الباطل، فالذي علينا أن نصبر، نصبر مع العمل، مش صبر استكانة وضعف، صبر مع المواجهة والعمل والسعي والبذل، والحق ينتزع انتزاعا. ونحن سلفيين في المنهج، سلفيين في المواجهة، سلفيين في التغيير، حتى يفهم الكلام على مراده عند من لا يفهم الكلام على مراده. لذا نحن في حاجة لهذه النفوس. ونزل بلال وأقيمت الصلاة وعاش بلال ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل، لكن لم ينس بلال يوما أنه كان فقيرا وأنه كان مسكينا وأنه كان ضالا فهداه سبحانه وتعالى. فذهب بلال حتى لا ينسى أحدنا فعلك القديم. ذهب بلال هو وصهيب يخطب للخطبة، يريدون أن يتزوجا، يريد أن يتزوجا، فلما أراد صهيب أن يتكلم قال بلال أسكت، فتكلم صهيب، فتكلم بلال فقال لهم: كنا كافرين فهدانا الله، وكنا فقراء فأغنانا الله، وكنا عالة فرزقنا الله سبحانه وتعالى، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا: نزوجكم والحمد لله. فقال له صهيب: يا بلال، هل هذه طريقة تخطب بها؟ فقال: أسكت فقد صدقنا والحمد لله. يعرف معنى المنهج، قيمة المنهج، قيمة ما أنتم عليه من منهج، قيمة ما أنتم عليه من اتباع السبيل، رضي الله عن بلال. مرت الأيام وبلال يجاهد، حتى وقع ببلال أمر خطب وأمر جلل، ألا وهو فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يوم بالنسبة لبلال يوم عصيب شديد لا يطاق عند بلال، لأن بلال كان لا يتصور أن يفقد الأستاذ والمعلم ومن أخرجهم من الظلمات إلى النور، كان لا يتصور أن يفقد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بلال صبر لهذه الصدمة. لكن بعد موت النبي أتى وقت الصلاة، فقام الصديق يمشي بين الناس يسكنهم ويهدئهم ويصبرهم، لأن البعض ظن أن الإسلام انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الإسلام قائم إلى قيام الساعة. فقال: صلي، قم يا بلال، أذن. فقام بلال، فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرة، فبكى، فبكى الناس وأجهشوا في البكاء، إلا أنه استجمع قواه وأذن رضي الله عنه وأرضاه. أذن 3 أيام ثم قال للصديق: إني لا أطيق أن أؤذن لأحد بعد رسول الله، أذن يا بلال. قال: لا أطيق، إلا أني أريد أن أذهب للشام أجاهد في سبيل الله. فخرج بلال يجاهد في سبيل الله في الشام، ومكث هنالك فترة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما سنقول بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا والصفر جل. إن الحمد لله، أحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش بلال في الشام يجاهد في سبيل الله مع الصحابة، وقد شهد معهم فتح القدس 16 من الهجرة النبوية المباركة. وقيل أن بلال، بعض الروايات تذكر أن عمر بن الخطاب قال لبلال: أذن في القدس، فرفض. فقال له عمر: عزمت عليك أن تؤذن. فصعد بلال فوق المأذنة
وأذن وقال في القدس لما بلغ أشهد أن محمد رسول الله بكى الجيش وبكى الصحابة وبكى عمر حتى أن الأساقفة والبطارقة بكوا لسماع بلال رضي الله عنه وأرضاه. الإخلاص، الإخلاص يغير الدنيا. عاش بلال هنالك مجاهدا. يقول الذهبي في السير أن بلال رأى رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، وقد هاجر بلال وترك المدينة فترة من الزمن، فقال له النبي في الرؤية: لقد جفيتنا يا بلال، هجرت المدينة وجفيتنا يا بلال. فقام بلال من توه وجمع راحلته وركب الدابة وذهب إلى مدينة رسول الله، وأتاها قيل قبيل الفجر، وكان لم يأتي المؤذن بعد، فصعد بلال مضطرا ليعلم الأذان. إيه أخبار صلاة الفجر؟ صلاة الفجر إيه أخبارها عندك؟ إيه أخبار صلاة الفجر؟ إيه الأخبار؟ إيه الأخبار في حياتك صلاة الفجر؟ فصعد بلال رضي الله عنه وأرضاه وأذن، فلما أذن بلال ارتجت مدينة رسول الله. ذكرهم الصوت بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. فخرج الأطفال والنساء والرجال فأتوا للمسجد ينظرون لمؤذن رسول الله، يقولون: ها هو بلال مؤذن رسول الله. فنظر بلال في المسجد وأخذ يقلب نظره فيه، فكل مكان في المسجد يذكره بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتأثر رضي الله عنه وأرضاه. إلا أنه ما طاق أن يجلس، ثم عاد للغزو رضي الله عنه وأرضاه، يجاهد يمكن لهذا الدين. إخوة، أيها الإخوة، لا يصلح لمسلم أن يعيش بلا قضية، ولا يصلح لصاحب قضية ألا يهب لها حياته. فما قضيتك وما دورك؟ بينك وبين نفسك، إيش قضيتك وما هو دورك؟ أعلم أن قضيتك الإسلام، لكن هل أنت تقوم بالدور الحقيقي، أم أننا فرطنا وحصل عندنا فتور وتأثرنا بالإعلام والتشويه والغمز واللمس؟ قضيتك. عاش بلال لهذه القضية، يجاهد لها ويعمل لها، حتى نزل به الموت رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزل به الموت قالت زوجه: وحزناه وحزناه، تقول المرأة. فقال بلال: اسكتي، بل وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. ومات بلال وطويت صفحة، طويت، لكن لا ينساها التاريخ، ولا زالت الدنيا بأسرها تعرف من بلال. بلال من صدع بالتوحيد، من عمل له، فهل لك أن تتشبه بمثلهم؟ فإن التشبه بالكرام فلاح، فاحذر من الإحباط واليأس والترك. فأقسم بالله تحقيقا لا تعليقا أن هذا الدين منتصر، لكن بمن؟ بأناس يعملون له ويجاهدون من أجله ويتحركون في نصرة قضية الإسلام. ولا انتصار إلا بمنهج صحيح، عشان بس الناس يتضح الأمر، لا انتصار بمنهج صدامي ولا تكفيري، ولا بمنهج يترك
الكتاب والسنة. الانتصار كما حققه بلال بالفهم الصحيح للإسلام والعمل، فلا تيأسوا أن تستردوا مجدكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى. فالنصر قادم، شريطة أن نعمل، والذين جاهدوا فينا أن نعمل وأن لا نكف عن العمل، وأن نحصن المجتمعات والناس والشباب خاصة والبيوت من المناهج العفنة، المناهج التي تنتشر كل يوم في بلادنا. والأمر خطير جد خطير، يحتاج منا إلى عمل وإلى سعي وإلى بذل. فإذا شعرت باليأس أو الضعف أو الإحباط، تذكر بلال وهو يقول: أحد أحد، ثم صعد فوق الكعبة يؤذن لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يعلم أحد من علماء هذه الأمة أو من صالحي عوام هذه الأمة امتحن ففتن وترك هذا الدين. لا يعلم أحد من علماء هذه الأمة وصالحيها امتحن فترك منهجه وإسلامه، لكن الأمر يحتاج سعي وبذل وعمل. لكن نصر بلا سعي وبلا عمل، نريد تمكين لدين الله بدون نفقة وبدون سعي وبدون عمل وبدون حركة وبدون بذل، أقول هذا ليس طريق التمكين. طريق التمكين يحتاج إلى بذل وجهد جهيد وعمل دؤوب وسعي، وسوف تؤذى في هذا الطريق، إما أذى معنوي أو أذى بدني. الأذى وارد، وهذا أمر تعرض له صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا مش أحسن من موسى ولا أحسن من رسول الله أن يطعن في أعراض هذه الدعوة. البعض يطعن في أعراض الدعوة السلفية، يقول عنا نحن بل فعلنا فعلة الغربية ونحن من وقعنا في الفواحش، يطعن هذه الدعوة. لكن نقول لهم: لقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر، ونحن سوف نصبر ولن نمل ولن نكل، وسوف نغير الدنيا بإذن الله بالعمل والسعي. وأقسم بالله كلنا أمل وكلنا يقين بأن التغيير حادث لهذه الأمة، فكونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أنصار لله بأقوالكم وبأفعالكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا. لكن خطورة وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع من إعلام ساقط يشوه فيسمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء يمدحون بهوى ويذمون بهوى، يريدون لكم العنت والمشقة، لكن أنتم أصحاب رسالة وأصحاب قضية، فاجلس في نفسك. أنصحك نصيحة: روح لبيتك وترجع قلم، أنا ماذا قدمت لهذا الدين؟ ماذا قدمت لدعوتك، لهذه الدعوة المباركة؟ ماذا قدمت لها؟ ماذا فعلت؟ الكل، المتحدث قبل السامع، ماذا قدمت؟ هل أنا عبد الرحمن بن عوف هذه الدعوة ينفق بماله؟ هل أنا معاذ بن جبل يعلم الناس؟ هل أنا بلال يؤذن بالتوحيد؟ هل أنا مصعب يجود بنفسه؟ هل أنا فلان؟ هل بيتي أنا كبيت الخنساء يقدم للإسلام؟ فسل نفسك واحذر أن تكذب على نفسك، فأشد أنواع الكذب أن يكذب الإنسان على نفسه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. من يريد طريق التمكين يسعى في هذا الطريق بلا يأس ولا إحباط. وقد قال
صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت لما عذب ونكل به وفعل به كذا وكذا، فقال بلا فقال خباب: ألا تستنصر لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا خباب، في شطر الحديث، ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله، ولكنكم تستعجلون، فاحذر من العجلة تحرق المراحل وتضيع الدنيا بأسرها، فأبشروا وأملوا خيرا، فأنوار الرجاء تبدد ظلمات اليأس، ولنا أمل بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واكرم اللهم نزولنا، واسع مدخلنا، ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم خذ بنواصينا إليك يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر سوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. ومن أراد بهذه البلاد خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة التكفير والتفجير والإهمال. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين. اللهم فك أسر المأسورين، واحسن خلاص المسجونين. اللهم وسع على الناس في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم وسع على الناس في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كل المجاهدين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم، أن المسجد الأقصى في ضمانك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم لا تفجعنا فيه. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، اللهم إنه انقطع الرجاء إلا منك، فأنت الجبار القهار، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اهدنا واهدي جميع شباب المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم احفظ العلماء والدعاء يا رب العالمين. اللهم احفظ العلماء والدعاء يا رب العالمين والدعاء يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد السنة في مصر بسوء فاشغله بنفسه، وكن في نحره يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.